معنا مشاهدينا هاتفيا من لندن الكاتب السياسي والعراقي مازن التميمي. مرحبا بك السيد مازن. إذا حديث عن عقوبات أمريكية على 76 شخصية في العراق، كيف تقرأ هذه الخطوات الأمريكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. أنا أرى أن هذه خطوة خجولة لغاية الآن، لأنه أساسا الحيتان الكبيرة لم ترد أسماءها في عملية المصادرة أو الحجز، بدليل أنه حتى الأربعة التي ذكرت أسماءهم، قسم منهم قيادات لفصائل معينة، هذول حتى هم أساسا عناصر ثانوية بقياسا بالعناصر الأساسية المتمثلة بالمالكي والجعفري والعامري والحكيم والصدر. هذا هو الرؤوس الكبيرة، الحيتان الكبيرة التي تنهب من 2003 ولغاية الآن. أما الآخرين نعم سرقوا لديهم أموال ونهبوا أموال، لكن قياسا بالحيتان الكبيرة يبقون صغار. أنا أعتقد هذه خطوة انتقائية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2003 ولغاية 2019 الآن اكتشفت بأن هناك سرقة ونهب للمال العام. طيب هي من هي الاحتلال الأمريكي؟ هو من أعطى الفرصة لهؤلاء أن يسرقوا وينهبوا، لأن العقود حتى التسليح مع الأمريكان كانت تتم بين الحكومات المتعاقبة والاحتلال والكوميشن مدفوع من قبل الساسة العراقيين الأمريكان للساسة العراقي. فأنا أعتقد هذه الحقيقة لا تعبر عن شيء، لأنه طالما العملية السياسية محمية أساسا من قبل الأمريكان لا يمكن لحكومة فاسدة تستطيع أن تتصدى للفساد. ولو فرضنا جدلا أمريكا ضغطت على الحكومة، حتى الحكومة لكي تثبت بأنها فعلا تجسد ما تريدها أمريكا، ستحولهم إلى القضاء، والقضاء سيحاول تبرئتهم مثل ما حصل ويا مشعان الجبوري، مثل ما حصل ويا فلاح السوداني وغيرهم، لأن القضاء أساسا غير نزيه، والقضاء أساسا متهم بالسرقة والنهب. وأعتقد أيضا كثير منهم حول، يعني قبل هذه الخطوة حولت هذه الأموال والأرصدة بالكاش إلى إيران عن طريق البصرة، شلامشة، عن طريق ديالى، قصر شيرين، لأن الطريق البري يعني بيد الميليشيات وبيد الحكومة. فأنا أعتقد هذه العملية يراد منها هذا الخطاب اللي وجهته أمريكا بهذا، هل هو الشارع الأمريكي تريد تثبت بأنه أمريكا عادت حساباتها أن هي أوراق ضغط في إيران ليس إلا المرات القادمة؟ نعم. طيب الآن شخصيات متنفذة موالية لطهران نقلت استثماراتها وأموالها إلى إيران لتلافي العقوبات، هل ستفلح برأيك بالإفلات من هذه العقوبات؟ سيد الفاضل، أمريكا لديها القدرة على أن تحافظ وتصادر وتلقي القبض على كل رموز العملية السياسية، سواء الذين هم في داخل العراق أو الذين يعملون داخل حتى إيران، لكن ليس لديها الرغبة في تنفيذ ذلك. الأمريكان هذه الضمانات، يعني هو من زعيم الفساد ومافيا الفساد بالعراق؟ أليس المالكي؟ أليس العمائم الموجودة في العراق هذه إذا الحكيم وإذا الصدر لديها من المليارات ومعروف مصادرها؟ الميليشيات كيف تمول ومن يمولها؟ حتى عملية الأحزاب لا يوجد قانون بالعراق يقول للحزب من أين لك هذا، حتى في عملية تمويل الانتخابات وغيرها. فإذا الأمريكان يعرفون، نعم أمريكا تعرف بالاسم وبالأرقام، لكنه هل انتظرت إلى غاية الآن؟ والآن هذه خطوة نعم قد تكون مقبولة ونباركها إذا فعلا أمريكا جسدتها بالفعل وألقت القبض أو حجزت، لكن أنا لا أثق في أمريكا، لأن أمريكا هي من يحمي العملية السياسية لغاية الآن. قبل يومين صدر قرار من الكونغرس الأمريكي أنه يتصدون ويمنعون أي شيء يعني يحاول إضعاف العملية السياسية أو يعمل ضد حكومة الاحتلال في بغداد. الأمريكان هي تريد لهذه الحكومات أن تبقى، والفساد وجد ولولد من رحم المحتل، وجد ليستمر وليس. ولكن حتى مجلس النواب يعني شكل لجانا لمتابعة العقوبات الأمريكية على شخصيات في العراق، كيف تتوقع أن يكون رد الحكومة وهي عالقة بين واشنطن وطهران؟ الحكومة ليس عالقة، الحكومة تخضع بالمطلق إلى إيران، ولكن تريد أن تظهر للعالم بأنه تستجيب إلى ما تريده أمريكا، وأحيانا تعلق بأنها ليس
في حالة صراع مع أمريكا أو مع أو في الحياد ما بين أمريكا وإيران، لكن حقيقة الواقع أنه الحكومة العراقية الحالية واللي قبلها وكل رموز العملية السياسية هم يخضعون إلى قاسم سليماني ويتلقون الأوامر من إيران ويهربون الأموال إلى إيران وكسر الحصار عن إيران من خلال تمويل إيران سواء بالنفط أو بغيرها من الأمور. فبالتالي فعليا هي حكومة ظل إيرانية في المنطقة الخضراء، فهي ليس عالقة بين أمريكا وأمريكا تعرف هذا الشيء، يعني أمريكا ليس غبية بحيث ما تعرف كل اللي بالعملية السياسية جاءوا بقطار إيراني وكلهم تحت عباءة ولاية الفقيه سواء من اللون الشيعي أو السني. طيب هل مجلس النواب أو الحكومة سلطة على الميليشيات أو بعض الشخصيات الفاسدة لكي تشكل هذه اللجان؟ اللجان عديم اللون والرائحة والطعم لا تستطيع أن تفعل شيء. نعم أنت لاحظ من 2003 لغاية الآن كل الجرائم التي صارت وكل النهب اللي صار تشكلت لجان. عدد اللجان التي تشكلت من عام 2008 لغاية الآن أكثر من 46 ألف لجنة لمعالجة الفساد والجرائم وغيرها. انطيني واحد تقدم إلى القضاء وانسجن سواء بارتكاب جريمة إذا كانت جرائم أو إذا كانت سرقات. وبعدين هو ليش بس ملف الفساد هو اللي يأتي بالأولوية؟ ليش القتل وانتهاك الأعراض والسجون؟ هذا ما يعني هذه دماء، أين منها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا لا تكشف هذه الجرائم وتقدم هؤلاء إلى القضاء وتقدمهم إلى المحكمة الدولية؟ الدم أكبر وأكثر من لكن العملية لا. مثل ما ذكرت أنا أنه طالما محبية، يعني العملية السياسية في العراق تتميز بشيئين، الفساد في العراق العفو يتميز بشيئين، أنه محمي محليا كون حكومة الاحتلال في بغداد تحمي الفاسدين، ومحمي دوليا لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي من ترعى هذه العملية وهي من تدعم هذه الحكومات. فبالتالي أنا أعتقد هذه خطوة يعني خجولة جدا وانتقائية، يعني وهناك عشرات الآلاف دون العبرة إذا 50 أو 40 نائب تجميد أموالهم، وهي كل اللي بالعملية السياسية من الفراش إلى الوزير في الوزارة هو طاف للحزب وللميليشيا. فكيف أنه يستطيعون يعني بمجرد 50 نفر أو 100 نفر أو 200؟ البلد منهوب وكل تارك بعملية النهب، إضافة إلى النهب أنه كثير من هذه الأموال هربت إلى إيران عن طريق البر بتريلات وبشاحنات ومعروفة أرقامها وأقيامها. نعم سيد مازن، هذا جيد. فبالتالي لا يجوز يعني فاسد شيء لا يعطي، حكومة فاسدة لا يمكن أن تعالج فساد. هذه كلها بالونات الهدف منها استرضاء أمريكا، لكنه في الحقيقة لن يتحقق شيء على الأرض. من لندن الكاتب السياسي العراقي مازن تميمي، شكرا جزيلا لك.